حصاد الجنوب، أهلا بكم. بعث رئيس القائد عيدروس الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسية برقية تعزية ومواساة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية وولي عهده سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، عزهما فيها بوفاة صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور تركي بن محمد بن سعود الكبير آل سعود مستشار خادم الحرمين الشريفين الذي انتقل إلى جوار ربه ليلة أمس مبتهلا إلى المولى العلي القدير بأن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم الجميع الصبر والسلوان. اطلع الرئيس عيدروس الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي نائب رئيس مجلس القيادة خلال استقبال مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق المشاريع أوتشا سعيد حرسي على سير مشروعات الوكالات الأممية، وبحث اللقاء اليوم السبت طبيعة الصعوبات التي تعترض مهام الفرق الإنسانية لتقديم مساعدتها إلى الفئات الأكثر احتياجاً عبر منظمات الأمم المتحدة في المجالات الإنسانية والإغاثية والتنموية. عاد اللواء الركن فرج سالمين البحسني نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عضو مجلس القيادة الرئاسي اليوم السبت إلى مدينة المكلا في محافظة حضرموت. البحسني وصل إلى المكلا عقب جولة خارجية شملت دول المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية، حيث أجرى لقاءات مع قيادات في التحالف العربي. أكد مدير عام مديرية المنصورة بالعاصمة عدن أحمد علي الدؤودي أهمية التنسيق المشترك بين مختلف الأجهزة الأمنية واللجان المجتمعية والتي تساهم في تثبيت دعائم الأمن والاستقرار والسكينة العامة في المجتمع. جاء ذلك خلال ترأس اجتماع ضم قائد الحزام الأمني قطاع المنصورة النقيب مصطفى العطيري واللجنة القيادية في اللجان المجتمعية بالمديرية ورؤساء اللجان في الأحياء السكنية بالمديرية، مؤكدا حرص واهتمام قيادة المديرية وعزمها على تلبية كافة متطلبات واحتياجات مناطق مديرية المنصورة بحسب الإمكانيات المتاحة. نهاية الحصاد لهذا اليوم، إلى اللقاء.